الناس اللي كامل هنا انا دخلنا في التاريخ تاع اولمبيك اكبو وهذا انجاز كبير لان من بعد 88 سنه الفريق هذا ما صعدش للدرجه الاولى الحمد لله بالعمل والصرامه الانجاز هذا ان شاء الله على كل حال اللاعبين مشكور اللاعبين المسيئين الطاقم الفني الطاقم الطبي ما نساوش الجمهور اللي كان معنا المقابله الاولى حتى المقابله هذه وان شاء الله يكونوا انجازات واحد اخرين ان شاء الله والعام الجاي ان شاء الله نكونوا ان شاء الله الفريق تاع اولمبيك اكبو يكون في مستوى الدرجه الاولى نشكو كامل اللي كانوا ساهموا في هذا الانجاز. السلام عليكم. كيس ولا مساكين اقويسها غادي كذا كاين اقويسها يغد الصغر غرس مي ديو نواسي سكين يشبح لا طاسه طاسه كي تولى مساكين دونك سي لاكسيسيون دي روا دو بور او ناسيونال اون دينيس فرحان يحسب ربي كانوا بويدا كي يعني غادي في كامل الفلاف كانوا بويدا كيفهم منين سوق كنا كنا غادي سوقنا دينا التنمير في كامل كي كيف كنا فوت معاونا بيان سور دينا التنمير سورتو بور الناس كريم اللي كان يروحوا الرويس في الكلوب كاينين غادي نلقى عندك لو ستاف تكنيك لو ستاف ديريجون لي جوار Les investisseurs, les autorités locales qui ont accompagné le club israélien au Sahara, qui ont accompagné le club israélien historique, pas uniquement l'accession. Il y a des accessions d'affilée. Des accessions d'affilée. Des accessions d'affilée. Des accessions d'affilée. Dans tous les domaines, nous avons fait le Sahara. سؤال تاريخي رانا كاع فرحانين طونك دي جوار دخلنا التاريخ مع هذا الفريق دوك نادي وكاع الستاف ادمينستراتيف مام لي جوار اللي معانا اللي ماهمش معانا لي جوار اللي كانوا في ديبيت سيزون راحوا في الميركاتو ما ننساوهمش ثاني هما الميريت ليهم والفرحه هذه نادي وكاع ستاف ادمينستراتيف لي جوار ستاف تكنيك ستاف ميديكال مام لي سيبورتير تاوعنا اللي كانوا فرحانين بينا والحمد لله بقات لنا غير اليوم نديرو تروفي هذا اللي نفرحوا به وفرحتهم تاع الفريق ان شاء الله. الحمد لله كما قلت انت يا سعاد تاريخ واليوم الدرني ماتش شامبيون ويتجاوب في الفريق تاعنا اليوم فرحانين ان شاء الله هذوما مارشي تاع العقول ان شاء الله 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 ان شاء ال